تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نظرت إلى قبر النبي فهدني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان القدر منورا فما بال طرب ضم نور محمدا، وما بال جوف القبر، وما بال من به، ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا وتسبح الارواح مع القارئ الكريم. حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي كله والمقيم بالقاهرة. اسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. يا
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
له ما في السماوات وما في الأرض الله
والله سميع عليم
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت والله لا يهدي القوم الظالمين فبهت الذي كفر فبغت الذي كفر إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن المشرق فأت بها من المغرب
والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم ذلك القرآن الكريم فمن تسامت آياته بلغ المرادى هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم سمنا وزادا وهكذا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله عليه بالذي هو خير ايات بينات وتلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ الاذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة عبر أثير الاذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية وقصر الضيافة المتنكل وكبرى مخازن الفراشة إدارة ومخازن الحج شحات عبد المجيد البري الحج شحات عبد المجيد البري مدينة أشمون شارع سعد زغلول بدوار صدناوي أما التلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيخي القارئ والمقيم بالخور أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.